في ذكرى العدوان على شعب اليمن العزيز، وبعد 3 أعوام من جرائم هذا العدوان الغير قانوني والغير مبرر، نجدد رفضنا إلى هذا العدوان وشجبنا واستنكارنا إلى من يقوم بهذا العدوان، ووقوفنا مع الشعب اليمني العزيز البطل والمقاوم، وافتخارنا بمقاومة هذا الشعب الذي لا زال لحد هذا اليوم واقفا بشموخ أمام آلة قتل عسكرية دولية. ونؤكد مرة أخرى ثقتنا بانتصار هذا الشعب، لأنه على حق، لأنه يطلب حريته وكرامته وعزته وسيادة وطنه واستقلاله، وثقتنا بالنصر لهذا الشعب من الله سبحانه وتعالى.